الأرجنتين وكولومبيا. سيرساو اللي يلعب غدا مباراة الورقة الأخيرة للتواجد في مربع الذهب أمام منتخب باراغواي، منتخب نهائيات مونديال 2006 بالأرجنتين. من أشهر قراراته عدم دعوة هدف وحيد بعد المكسيك في 2001 والأوروغواي في 2007. ليو ميسي يتحرك، تيوفيلو غوتيريز وجاكسون مارتينيز وذا ليو هرب، ليو امام المساحه، خطير بكير قدير، ليو يعطي كره دي ماريا وزع لماتشيرانو امام جاكسون مارتينيز وتيوفيلو غوتيريز. ليو الساحر الارجنتيني باستاري في الاستلام، ليو في السرعه لكن امامه كل كولومبي يعطي كرة في التمريض. ليو ميسي، ليو يلعب، ليو الحكم المكسيكي يطلب اللعب تيكي، ما فماش مسلسل مكسيكي. هذا هو محاولة التدخل من ليو، اعتراف كان واضح من كريستيان سباتا، الحكم يقول ليست هنالك مخالفة. والتعادل السلبي 0-0 بين الأرجنتين وكولومبيا، وهذه المرة ساندويتش وضع اللقطة وخماس رودريغيز للألبي سيليستي يوزع جول. ركنية هل هنالك ضربة جزاء؟ تدخل سانتياغو أرياس أو أمامنا على كون أغويرو. هذه الإعادة، تدخل من الخلف مرة أخرى، هذه الدلالة ليو إكسلوجو. أوه اعتراض أمام الحكم، غريبة وعجيبة من الحكم المكسيكي. خميس رودريغيز يعدي، تميت من جاكسون، ترجع من جديد ليو ميسي. مخالفة وحيرة كبيرة من أداء الحكم المكسيكي. ثالث الورقات الصفراء لألكسندر ميخيا لاعب مونتيري المكسيكي. والبدء على اليمين زاباليتا، ليو يتحرك، ليو يراوغ، ليو يعدي، كرة ممتازة لديماريا، هجمة لوكاس بيليا مرورا، ليو في التبعيد وبالتبع ديماريا في التوزيع، أغويرو بالرأس، كرة خارج الميدان يا ناس. باستوري يمشي يوسع جول. روعة، اسبينا على مرتين. اذا كرنا بالتينوتسوف، اذا كرنا بالسيف ماير، هو دافيد اسبينا الحارس الكولومبي الرائع والمتميز. يا سلام رشاقة ولا في الاحلام لدافيد اسبينا. وكرة تعدي على الكل، يعاني منتخب كولومبيا. ليو يسدد والدفاع، العفو ليو، حكم يأتي مخالفة هذه المرة. كابتن التدخل الأخير، يعدي زاباليتا، يمشي زاباليتا. 93 انذران لكل منتخب. ألكسندر ميخيا وخميس رودريغيز من جانب كولومبيا، زاباليتا، إزيكيال كاراي، ليو 101 من المباريات بكل الألم بدون ألقاب على المستوى الدولي لمنتخب الأرجنتين. ورقة صفراء أخرى هذه المرة لسانتياغو أرياس مدافع بي اس في ايندهوفن. ستظهر اكيد الورقه الحمراء، هذا اكيد مني شخصيا اقولها. ثاني اكثر اللاعبين تقمصا لهذه المنتخب الارجنتيني، يبقى الاول بايدا خافير زانيتي ب 145 مباراه دوليه. يتواصل مع ميسي، ليو امامه اربع لاعبين. كون زميله وصديقه اسبينا، شوف الروعه، شوف النغمه. بيليا ميسي
ليو. في مشواره الكروي كرة رائعة، كرة ممتازة، تعدى لا 17 مباراة في كوبا أمريكا، 11 انتصار، 5 تعادلات. كرة لميسي، يعدي ميسي، أو الحكم يعطيه مخالفة. أخيرا قرر الحكم أوروسكو أعطى كرة ثابتة لليو ميسي. التدخل الأخير من جيسون موريو الاستوديو رفقة الزميل هشام ترجع كرة لليو ميسي. ليو يعطي كرة رائعة، كرة رائعة، وسبينة وسبينس. ليو ميسي، ليو يعدي تاريخ ميسي. ليو يلعب كما يريد، شوف الكرة، شوف هات الكرة، وليو وين الركنة. ليو كل الكرات، ليو يا سلام، الغلبة تتفوق على المهارة. أوه ليو يقطع الكرة، وينو يعدي، لا يرجع. طبعا ادوين فالنسيا الذي تعرض لإصابة، قطع في الرباط، سيحرم فرنسا من مواصلة المشوار مع كولومبيا. بيكيرمان يتابع ليو ميسي، الحكم يأتي بخلفة قوي جدا. هذا المدنع الكافيتيروس الكولومبي ادوين كاردونا يدفع بالليو ميسي على طريقة الركبي، يقضي على احلامه الهجوم. جاكسون مارتينيز ومضات ارجنتينية، لمسات فنية، كرة ارضية، انتهى بدنيا دي ماريا. ليو يعدي، لكن خمس، حكم يطلب اللعب، هجوم خطير للارجنتين، يمشي ليو، يعدي ليو جيسون موريو بامتياز قلب الدفاع. موريو جيكا. الان جاء الزمان ليو، قوة بدنية كبيرة لليو ميسي اللي يكسب مخالفة. ليو يلعب بكل الغرام، يلعب بأجمل الأقدام في انتظار أحلى الأحلام. وضع الكرة في شباك أوسبينا. باريتا، ليو، ميسي، ميسي يحاول التمهيد، يعدي قبل الأرجنتيني ميسي. كوادرادو، ميسي، 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 ميسي عدي، وميسي ماشي، ميسي وحده. اوه إصابة لليو ميسي، واعتذارات خوان كوادرادو. هذه هي اللقطة، كوادرادو دخل على ليو ميسي. تعدي كرة لدي ماريا، دي ماريا بيهاجم، كرة على اليمين، وهذا ليو، ليو يراوغ، ليو يعدي، واستماتة من ادوين كاردونا. يعدي ليو، ليو يراوغ، ليو يعطي كرة. والكرة آخر الومضات، إمكانية ليو، المخالفة، الحكمة باللعب، يعدي، وين وين رايح بالكرة، وين ورقة صفراء، ورقة صفراء. أوه بانيجا، بانيجا اللي وزع كرة بالرأس من ليو بدون نجاح. انتهى الوقت الأصلي والطبيعي مشاهدينا الكرام. ندخل الآن
الوقت بدل الضايع والمباراة المشاهدين الكرام أكيد الأهداف غابت. رائع جدا قدر من خلاله ان هو يغير تكتيكه الدفاعي في اكتر من مناسبه. شفنا مع بدايه الشوط الثاني ارياس اللي بدا المباراه كظهير ايسر عشان يخفف الضغط من على لعيبه خط الوسط ولعيبه الدفاع. نفس الشيء بالنسبه لتغيير الثالث، اجد ان تغييراته كلها كانت لها هدف محدد ان هو يخرج من المباراه بتعادل او على الاقل يذهب الى ضربات الترجيح. مساله اضاعه المنتخب الارجنتيني انا اقول هشام متسبب الاولاني في تعادل اليوم بين الارجنتين وكولومبيا هو الحكم، لانه كان افراط 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 كبير معناها في الكرات في المخاول في المفاولات، افراط كبير ايضا كواردادو مينيموم معناها ياخذ مرتين كارت احمر هذا بدون ادنى شك. خاصه نعود بكم الى الملعب، ملعب سانسوليتو، ركلات الترجيح تغالط روميرو وتعطي اسبقيه. بعد عام 1993 كان هنالك عملية ركلات الترجيح بين كولومبيا والأرجنتين، وأنا ذاك فاز الأرجنتين 6-5. هل سيكون الثأر لكولومبيا أم التأكيد سرية ليو؟ ستكون أكيد على يسار أوسبينا إذا كان لم يغير ليو سيستماتو. ليو يغير، أوسبينا راح على اليمين، الكرة على اليسار بهذا المشوار. إذن واحدة بواحدة في نفس المكان باختلاف الزمان يتعادل المنتخبان إلى حد الآن. ثاني القادمين من الكافيتيروس الكولومبيين حيران مش عارف وين يروح بميسي وتيفيز والبقية. مشاهدينا الكرام إلى مربع الذهب، حظ أوفر نقول لكولومبيا، وألف مبروك لعشاق التانجو.